مرمى المنتخب الامريكي. يدلين لونج، والكر، زيمرمان، معدس في الدفاع، ماكيني، تايلر ادمز، كيليانا كوستا في وسط الميدان، بوليسيك على جهه اليمين، جيوفاني رينا لاعبي بروسيا دورتموند في الجناح الايسر، بينما ريكاردو بيبي في هجوم منتخب الولايات المتحده في هذه الامسيه. بالنسبه للصقور الخضر، كل الامنيات لمنتخبنا بالتوفيق في مباراه اليوم وأن يكون وبولندا المجموعة الأخضر في مونديال قطر 2022. كما يعلم الكل أنه مجموعتنا لن تكون سهلة بطبيعة الحال، ونحن سنتواجد في مجموعة فيها واحد من ضمن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم. بالنسبة للأرجنتين المرشح القوي للفوز بكأس العالم، الضغط عالي من جانب لاعبينا واندفاع في هذه الأثناء في هذه الصورة، نشوفها افتكها في راس، حلوة حلوة، هتان على حدود منطقة التساب، هتان حطها لكنها مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الأخيرة لأمريكا. ثم أيضا منتخب بولندا القوي بدنيا واللي عنده مهاجم إمكانيات عالمية ومهاجم هداف من أفضل المهاجمين في العالم حاليا. محاولة أمريكية تسديدة خطيرة لكنها مرت بمحاذاة القائم، تابعها ربيعي وعدت بمحاذاة القائم، خطيرة لمصاعدة تايلر آدمز صاحب التسديدة الأخيرة لاعب فريق ليدز يونايتد. تسديدة جاءت بمحاذاة القائم. طبعا المرحلة الثالثة مع هذه الفرصة المتاحة، نشيد في هذه المباراة المجتهد هتان بهبري مع صاحب القدم اليسارية القوية أيضا ناصر الدوسري. 28 دقيقة لعب، صفر مقابل صفر في هذه المباراة. الأخضر لديه كرة ومحاولة خطيرة طبعا بعد تسديدة سلطان غنام اللي خلصها الحارس تيرنر. لدينا هذه الفرصة الثانية على مرمى المنتخب الأمريكي، هتان بهبري حطها لكنها عالية وبعيدة وفي الأخير تحولت إلى ضربة مرمى. من جانب ديست بلمسة إلى بوليسيك بعيد عنا، رياض افتكها ناصر بلمسة لكنها أيضا بدون تركيز، برافو عبد الإله تدخل بعد ذلك إلى رمية جانبية. مهم جدا يكون في تجانس تفاهم بين عبد الإله وعلي البليهي في وسط الدفاع، في رأس البريكان، في رأس يحافظ على كرته، في رأس حماية الكرة بشكل جيد أمام أكثر من لاعب. تصرف رائع ذكي من جانبي، في راس سميرة بينية حلوة خطيرة داخل منطقة الجزاء، وكرة للأمام وفرصة وكرة لكن الدفاع يتدخل. يا الله كانت حلوة للأخضر، جميلة من بداية اللمسة، الهجمة اللي كانت من في راس البريكان. نعم في راس البريكان اللي عمل شغل كبير جدا في الهجمة الأخيرة في مباراة رقم 32. هذه الكرة اللي أتكلم عنها في كرة فراس، التمرير الرائعة إلى هيثم، لمسة هيثم في منتهى الروعة، كان هذا الظهير الأيمن أو هتان، لكن هتان مش سلطان على ما يبدو، هتان في هذه اللقطة. نعم هتان بهبري على مرتين، ثم بعد ذلك ناصر الدوسري لضاعت الفرصة على الأخضر. ثاني تهديد حقيقي لمنتخبنا في هذا الشوط الأول. لمسة إلى رياض يحافظ، وهذا ناصر يحافظ على كرته بعودة لأربيعي تقريبا. الشوط الأول سيداتي وسادتي ينتهي بهذه الوضعية، بهذا التعادل بين منتخبنا الوطني ومنتخب الولايات المتحدة بدون أهداف في مورسية استعدادا لكأس العالم. كما تابعنا شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف، انطلاقة شوط المباراة الثاني بدون إجراء تغييرات لكلا المنتخبين، ما عدا تغيير وحيد تم لمنتخبنا بدخول سنوات في إنجلترا. الكرة إلى علي البليهي، لمسة في وسط الميدان، ناصر الدوسري الوانتو مع هتان، حلوة على جهة اليسار، تصل إلى سعود طولها على نفسه لكن حصلها، هتان على اليسار يبحث عن كرة عرضية تغطية، وبعد ذلك الكرة خرجت إلى ركنية وسط، مطالبة من هتان بلمسة يد في اللقطة الماضية على المنتخب الأمريكي. شوفها مرة أخرى على يدلين، شوفها مرة أخرى، الكرة اللي صدمت في يدلين تحولت بعد ذلك إلى سعود عبد الحميد، يحاول انطلاقه تغطية من جانب يدلين. سعود في المتابعة، يدلين بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل، خطأ احتسب حكم المباراة على سعود عبد الحميد، خطأ على سعود.
يعتذر سعود عبد الحميد من يدلين بعد التدخل، أول إنذار في أحداث هذه المباراة. الاندفاع في اللقطة الماضية من جانب سعود عبد الحميد أمام سكالي على حساب يدرين، كرة عرضية لكن برافو التغطية من جانب سعود عبد الحميد من رولا في رأس في إبعاد الكرة عن مناطق الأخضر، كرة أقرب للدفاع الأمريكي. عودة في جهة اليمين، محاولة لمنتخبنا، كرة وتمريرة باتجاه رياض، ضاعت منه سعاد الحسن على حدود منطقة الجزاء، بينية حلوة 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 خطيرة لكنها أقرب إلى حارس المرمى. الضربة كانت تنتظر هتان التسديدة في أو هيثم في اللقطة الماضية، فرصة كانت خطيرة لمنتخبنا، مجتهد هيثم ولكن مزيد من المباريات، مزيد من الثقة، مزيد من الدقائق لعب، يمكن أن تنفجر هذه الموهبة وتشوف أداء أكبر في المستقبل بحول الله تعالى. فرصة كانت خطيرة في محاولة بينية خطيرة داخل منطقة الجزاء، برافو ربيعي على مرتين يا وحش، برافو ربيعي، خطيرة جدا اللقطة الأخيرة. فيريرا لقطة كانت خطيرة، كانت بخطأ دفاعي بصراحة، مثل هذه الأخطاء الدفاعية كارثية تحدث في كأس العالم. يخطط رونار للكثير في المونديال، يحظى بثقة كبيرة من الجماهير، نسبة عالية لأقول كل. بالكعب من جانب هتان، تغيير اتجاه اللاعب بروعة من نواف العاب، التحرك هجومي سريع، سطال على جهة اليمين فهد المولد بتسديدة لكنها مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الأخيرة، أول لمسة وفيها تسديدة كانت خطيرة من جانب الولايات المتحدة، بنفس النتيجة اللي حدثت ضد المنتخب الإكوادوري. بقدر ما أنت تتمنى المنتخب يسجل يكون عنده أهداف في المباريات الودية، هذه كرة يستعيدها هيثم إلى هتان، إلى هيثم على حدود المنطقة، هيثم تسديدة وكرة لكن الحارس يتألق في إبعادها. حلوة اللقطة الأخيرة، حلوة اللقطة الأخيرة، شعلة من النشاط هذا هيثم عسيري اللي مثل ما ذكرت يمكن أن يتطور أكثر وينجح أكثر ويبدع أكثر، يأخذ ثقة في نفسه أكثر. هيثم تسديدة رائعة لكن الحارس، مرة ثانية فهد المولد. طبعا فهد المولد فترة لم يلعب مباريات، ليس لديه لياقة المباريات مثل هذه الكرات، فهد فتي خلصها في المرمى لكن ضاعت منه اللقطة الأخيرة. بعض الجماهير الحاضرة في هذه المباراة، جماهير أمريكية تساند لاعبيها في هذه الأثناء. ديست يحاول اختراق الدفاع أمام أكثر من لاعب، لمسة خطيرة على جهة اليمنى تصل إلى سكالي، سعود عبد الحميد معاه، كرة عرضية خطيرة، برافو الغنام يتدخل في توقيت حاسم سلطان. بدون تركيز بالحارس الأمريكي، عادة الأخضر مرة أخرى في وسط الميدان إلى الرياض. جهة اليمين، محاولة لمنتخبنا بكرة عرضية داخل منطقة، خطيرة التسديدة لكن انصدمت في الدفاع عند كفاءات، تركها إلى ركنية. حلوة اللقطة الماضية من هتان، حلوة اللقطة الماضية من هتان، حلوين الشباب يؤدون بشكل جيد في مباراة اليوم، على الرغم من أنه المجموعة ونحن نقابل منتخب مصنف 14 على مستوى العالم، وتبرز أيضا شخصية الأخضر في هذه المباراة بشكل جيد. أمامنا هذه المحاولة العرضية بالرأس لكن عالية، حلوة اللقطة الأخيرة، عدت من عبد الإله في العادة العمري كراتها بهذه الوضعية في المرمى، عرضية نواف العابد، طيران وضربة رأسية من العمري لكنها عدت عالية بعض الشيء في الأخير، تحولت إلى ضربة مرمى.